أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال قد تكرر وفيه يرجون من فضيلتكم أن تبينوا لهم الفرق بين المداراة والمداهنة ليضبط الفرق بينهما. المداراة أن تدفع الخطر عن نفسك بالدنيا، بشيء من الدنيا، تعطيهم شيئا من الدنيا تدفع به الخطر عن نفسك وعن إخوانك المسلمين، هذه المداراة. وأما المداهنة فهي أن تعطيهم شيئا من دينك لأجل أن تنال من دنياهم. وبالاختصار، إذا جعلت الدين فداء للدنيا فهذه مداهنة، إذا جعلت الدنيا فداء للدين هذه مداراة. نعم.